يسعدنا النهارده بالليل بالظبط. ان شاء بص الله. بقى، مزيد من التفاصيل، وانا يلا سعيده جدا بالمداخله دي. خلينا نروح للسعوديه تحديدا وزميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي عشان نعرف منه كمان اخر المستجدات قبل الماتش. يا احمد، صباح الهنا عليك طبعا في البدايه، وسعداء ان انت معانا النهارده. صباح الخير يا هوانس، صباح الخير يا كريم. والحقيقه انا هبدا كلامي باللي قاله كريم، اللي هو ده في الاخر فريق برازيلي. يعني احنا لو جبنا فريق احنا عايزين الصوت يعلى. عفوا ثواني يا احمد، الصوت علوه يا جماعه عشان انا مش سامع. انت او سامع؟ حتى خلونا نسمعه في الاير بيس كمان عشان يبقى اوضح. معلش علوا لنا الصوت بليز شويه. اتفضل يا عويس، اتفضل. انا بقول هبدا كلامي. انا اولا بصفح عليكم عليك انا كريم، انت ونهوان، وبقول انه الكلام اللي انت قلته في الاخر، اللي هو في الاخر ده فريق برازيلي. يعني في الاخر عندهم الكوره في جيناتهم. اه فلومينينزي بيشارك المره الاولى في كاس العالم للانديه، ولكن عنده الكثير من النجوم، عنده طريقه لعب محيره العالم، اللي هي طريقه اللعب اللي بتسمى بالطريقه العشوائيه، اللي اللعيبه كلها بتبقى عند الكوره. يعني لو لقيت الكوره في الجناح اليمين فبيبقى في سبعه عند الكوره، وده طريقه غريبه جدا. المدرب يعني هو قوه الفريق في مدربه وفي خطته، مش في نجومه. هو النجوم اللي عنده اساميها كبيره كلها سنها كبير، يعني سواء فيليب ميلو او مارسيلو او كينو، كلهم لعيبه سنها كبير، ولكن طريقه اللعب اللي بيلعبوها واللي انا شفتها في نهائي كوبا ليبرتادوريس قدام بوكا جونيورز، لا فريق بيلعب كوره حلوه وفريق خطر. وخلينا نقول انه احنا نتائجنا مش احسن حاجه مع الفرق البرازيليه. الماتش الوحيد اللي كسبناه كان قدام بالميراس في الدوحه من سنتين بضربات الجزاء، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النهارده في امل كبير. جمهور كبير جدا اهلاوي هيملا ملعب الجوهره النهارده، استاد الجوهره، باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ونوصل المره الاولى للنهائي. والحقيقه لازم برضو نقول للناس ان هي احنا فريق الاهلي جاي يتكرم انه بطل افريقيا تاني. الكلام اللي قلته لكم يوم الاربع بقوله تاني، احنا بنلعب كوره عشان نتبسط ونحتفل بفريقنا. فريقنا حقق نص المطلوب منه بالانتصار التاريخي على اتحاد جده في في وسط جماهير الفريق الاتحادي، اللي كانت يعني تقريبا مش متاكده من الفوز، اللي كانوا بيبداوا يتكلموا عن مواجهه مانشستر سيتي. يعني تناسوا تماما انه كان في الاهلي في فلومينينزي، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وحققنا فوز لعب ونتيجه واداء. رغم كل كوكبه النجوم اللي في الملعب، احنا قدمنا مباراه تليق باسمه وتاريخ النادي الاهلي. الناس اللي قعدت تقول التاريخ ومش التاريخ، لا التاريخ موجود، تيشيرت النادي الاهلي موجود، عظمه النادي الاهلي وتاريخه موجوده، وهي طول الوقت بتفرض نفسها على اي حد. والاهلي بيثبت انه النادي رقم واحد بالارقام وبالنتائج في الوطن العربي في الشرق الاوسط، وهو القلعه الرياضيه اللي كل الناس لازم تلف حواليها. يعني الحقيقه النادي الاهلي نادي بيقدم طبعا كل حاجه حلوه للشعب المصري، وهو فرحه كبيره لجمهورنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ونقدر نعمل ده باذن الله. يا عويس، انا عايزه بس اروح معاك لكام نقطه سريعا، وكريم برضو. النقطه الاولى يعني، وانا وكريم كنا بنتناقش فيها، وشويه بعض الناس خايفين منها، خلينا نقول كده، بعد فوز كبير زي ما احنا كلنا بنتكلم، وحاجه برضو كانت نتيجه غير متوقعه للجانبين بصراحه، بتخرج من مباراه زي كده وانت معنوياتك مرتفعه والثقه عندك عاليه جدا، ده هل بيؤثر، او خلينا نقول دي نقطه قوه او ضعف لينا احنا بقى للي جاي؟ يعني هل انا مفروض استغل ده وادخل المباراه النهارده باذن الله عندي ثقه يعني وعندي نفس المسؤوليه ونفس الجاهزيه، ولا ممكن ده يتاخد برضو بحته ثقه زايده وتحصيل حاصل وفوارق في الارقام والرانكينجز، فابتدي ده ياثر عليا سلبا فنيا في الملعب؟ عايزين نطمن لان دي نقطه خطيره جدا. بص، سؤال مهم يا نهاوند، وكل ده بيقدر يحله الجهاز الفني واللعيبه نفسهم. هل اللعيبه خرجوا بسرعه من فوز على الفوز الكبير على اتحاد جده؟ يعني هل بعد ما ال 90 دقيقه خلصوا قدر الجهاز الفني والاداري بقياده الكابتن خالد بيبو وبقياده مارسيل كولر يخرجوا اللعيبه من ده ويدخلوهم في الاستشفاء بسرعه؟ لانه انت عارفه كمان الفرق بين المباراتين 48 ساعه. هم خلصوا الماتش الساعة 11 بتوقيت جدة، يعني يوم الجمعة خلص، بقى عندهم سبت حتى يلعبوا النهاردة. فالحقيقة هو محتاج إعداد نفسي كبير جدا للعيبة، إن هم يتخلصوا أولا من
الفرحه وال في حاله زي ما بيقولوا الغرور بقى، ان احنا هم لما جينا قالوا انتم مش هتعملوا حاجه فاحنا كسبنا وعملنا ماتش كبير. صحيح. لازم يخرجوهم من الحاله دي، يبقى في اعداد نفسي كبير للعيبه ان انتم ما عملتوش حاجه لسه لحد دلوقتي، انتوا في السيمي فاينل فلسه ما عملتوش انجاز اكبر من الانجازات اللي فاتت، فلازم تدوروا على انجاز جديد. لازم اعداد بدني وتاهيل بدني مهم جدا، حراسه الاستشفاء، لانه الحقيقه اللعيبه ما اتمرنتش تمرين اللي هو ما يقال عنه تمرين في البطولات المجمعه المباريات القصيره دي، اللعيبه بتعمل حالات استشفاء بس وتقسيمات بالكوره، فاللعيبه لازم يكون جاهزين بدنيا، لانه الاهلي كمان خلينا نقول الاهلي عنده النهارده مباراه في جده، يوم الجمعه عنده مباراه ثانيه في جده، ايا كانت نتيجه مباراه اليوم يعني ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا هنلعب نهائي، لو لا قدر الله خسرنا هنلعب ثالث ورابع. بعد كده عندنا يوم الاثنين يوم 25 مباراه سيمي فاينل كاس السوبر، عندنا يوم 28 ان شاء الله مباراه فاينل او برضه مباراه ثانيه في السوبر. فالحقيقه ضغط بدني رهيب على النادي الاهلي اللي ما بيستريحوش، فالحقيقه كل ده دور الجهاز الفني انه يخرج اللعيبه بسرعه من ضغط المباريات والضغط النفسي وضغط كمان الجمهور اللي بيطالب الاهلي طول الوقت، بيطالب لعيبه النادي الاهلي بتحقيق الفوز، وده اللي طول الوقت بيتعود عليه جمهور الاهلي، ان الفريق بيكسب بطوله بيقفل الباب وبيدخل على البطوله اللي بعدها، فما بالك ده ماتش احنا ما كسبناش بطوله لسه، احنا لسه كسبنا ماتش فلازم نقفل عشان نلعب اللي بعده. فالحقيقه طبعا هو ممكن يبقى عامل ايجابي جدا الفوز الكبير على الاتحاد جده، وممكن يبقى عامل سلبي جدا الفوز الكبير على الاتحاد جده. دور الجهاز الفني والاداري هو اللي هيحدد ده. صحيح. اللعيبه نفسها في الملعب، حاله اللعيبه في الملعب، بص كل الكلام اللي بنتكلمه في الكوره، احنا قعدنا نتكلم على ماتش الاهلي واتحاد جده انا هواند يا كريم، قعدنا نتكلم بقالنا 3 شهور بنتكلم من وقت القرعه على الماتش. صحيح. اللي حدد نتيجه الماتش حاله اللعيبه على ارض الملعب، لعيبه اتحاد جده الكبار جدا الاسامي اللي مدفوع فيها ملايين الملايين ما كانوش موجودين على ارض الملعب، لعيبه النادي الاهلي الاقل سعرا في الترانسفير ماركت، ولكن كانوا الاعلى جوده فنيا في الملعب. طبعا. هم اللي كانوا موجودين وهم اللي فرضوا سيطرتهم. هو الحقيقه عويس يعني فيما يتعلق بماتش اتحاد جده كمان، يعني في تفاصيل كتير ادت للنهايه السعيده اللي كلنا فرحنا بيها كجمهور. صحيح. كجماهير النادي الاهلي، اكيد توفيق ربنا قبل كل حاجه، اكيد جاهزيه واستعداد اللعيبه والروح القتاليه الى اخره. بس على ذكر الروح القتاليه، في ناس كتير، وعلى فكره ده مش بس في الاعلام المصري، ده في الاعلام المصري والسعودي والتونسي والقطري ومجموعه كبيره من البرامج الرياضيه في العالم العربي، كلها كانت بتردد نفس التعبير ده على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا، سواء باسلوب ساخر فيه شيء من التندر او بجد جدا وهم بيقولوها فكره ما تستفزوش الاهلي، ما تستفزوش لعيبه النادي، اتقالت كتير اليومين اللي فاتوا. فده كان عامل مهم جدا ساعدنا ان احنا ننهي اللقاء كما تمنينا. ايه اللي ممكن يبقى مستفز بالنسبه لنا في لقاء النهارده فنشوف من خلاله نفس اللي شفناه للنادي الاهلي مع اتحاد جده؟ ان احنا المره التاسعه على بنوصل كاس العالم للانديه والرابعه على التوالي، احنا النهارده الرابع مره بنلعب سيمي فاينل كاس العالم للانديه، والحمد لله يعني انا كان ليا الحظ ان انا الثلاث ماتشات اللي فاتوا كنت موجود في الملعب، سواء كان في الدوحه او في ابو ظبي او في الرباط، النهارده في جده، في اربع مدن عربيه كبيره، ما قدرناش في الثلاث مرات اللي فاتت اللي عدوا ان احنا نوصل للنهائي. فالاستفزاز بقى لعيبه الاهلي النهارده انه يلا بينا النهائي، لانه كمان دي اخر نسخه لكاس العالم للانديه بصورتها الحاليه. فالحقيقه انه الوصول للنهائي هيبقى بعد كده صعب قوي، يعني احنا في ماتشين هتبقى في النهائي. لا، النسخه الجديده اللي هي الانتر كونتيننتال اللي هي هتتلعب في الاعوام اللي مش هتلعب فيها البطوله الكبيره المجمعه. طبعا. هتبقى بطريقه صعبه شويه، تلعب ماتش وبعدين تلعب ماتش تاني وبعدين تلعب ماتش لحد ما توصل لنهائي تقابل بطل اوروبا. فالحقيقه اتمنى انه الـ 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 الاهلي يقدر النهارده يحقق اللي ما قدرش يحققه في 8 مرات سابقه او في 5 مرات وصل فيهم للسيمي فاينال، يحققه في المره السادسه ان شاء الله، ويقدر يوصل للسيمي فاينال لفرح الجمهور والحق، يعني خلينا نكون سعداء بفريقنا انه مشرف مصر ومشرف جمهوره
ومهما كانت نتيجة مباراة اليوم ده لا يقلل تماما من المجهود الكبير اللي عامله مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي والجهاز الإداري النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. الحقيقة انتصار اتحاد جدة انتصار مهم جدا جدا، فارق الحقيقة، كان فارق جدا في ما هو قادم في الكرة المصرية. كلام محترم جدا، بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للعيبه وللجهاز الفني، وباذن الله يفرحوا الجماهير كالعاده النهارده، واكيد تغطيتنا مستمره معاك يا عويس على مدار اليوم باذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز احمد عويس من السعوديه.